اهلا وسهلا بكم في محاضره جديده من محاضرات برنامج فوتوشوب. في هذه المحاضره راح نشرح موضوع مهم جدا في التصميم التجاري، وهو تصميم الاعلانات الضوئيه او اليافطه او الاعلانات الدعائيه. طيب، طبعا المقصود بالاعلانات التجاريه او الضوئيه او اليافطه هي الاعلانات الكبيرة اللي تكون فوق المؤسسة أو أمام المؤسسة، واللي بيها اسم وعنوان المؤسسة أو المكان التجاري، أو ممكن يكون لموضوع معين. طيب، بالبداية المقاسات. بالنسبة للمقاسات، لو عندي أنا إعلان 5 متر في 3 متر، يعني مثلا هذا الإعلان اللي هو 5 متر للعرض وثلاثة متر للارتفاع، نعدي هنا مثلا 5 و3. طبعا لا يمكن انه اجي هنا على فوتوشوب نيو واخلي هنا بالسنتيمتر واكتب مثلا 5 يعني 500 وارتفاع 300 والريزوليوشن 300، وطبعا لا ننسى انه يكون CMYK. ليش؟ لان راح ينطبع، وبينا هالتفاصيل كلها بإحدى المحاضرات السابقة. جيد، طبعا هذا الحجم كلش كبير، وبالتالي راح يكون عبء على الطابعة وعبء على الحاسبة. طيب شو نسوي؟ راح نقسم المقاسات على 10. يعني شنو على 10؟ يعني عدي هنا 500 تقسم على 10 راح تكون 50، وعدي هنا 300 قسم على 10 راح تكون 30. طيب طبعا لابد انه نقسم على 10 للطرفين، يعني نقسم للعرض ونقسم للارتفاع. جيد، في حال لو عندي مثلا مقاس مثلا 290 مثلا 290 وحبيت اقسم على 10، طبعا راح احذف صفر، راح يكون عندي 29. طيب لو كان عندي مثلا 273 مثلا 273، ايش راح اسوي؟ راح اخذ هاي الرقمين واخلي فارز، راح يصير 27.3. او ممكن بالحاسبه مثلا ممكن اجي هنا كول مثلا كالكوليتر، مثلا كالكوليتر، وعدي مثلا الرقم اللي هو 273، فاجي اكتب هنا 273 تقسيم 10 راح يصير عندي 27.3. وطبعا لا انسى انه اقسم على 10 الطول والعرض. جيد، فاذا عندنا احنا 500 في 300 قسمناها على 10 صار 50 سنتيمتر في 30 سنتيمتر. فاجي الى فايل نيو واختار وحدة القياس سنتيمتر، وراح اخلي 50 للعرض، وطبعا الارتفاع 30، وضروري الريزوليوشن تكون 300، والنظام اللوني يكون CMYK ضروري جدا. اجي الى كرييت، اصبح عندي هذا القياس. طبعا ممكن واحد يسأل يقول لمن اروح للمطبعة هذا القياس راح ينطبع 30 في 50؟ لا طبعا، انت لازم تفهم بالمطبعة انه هذا القياس هو 500 في 300، هو راح يعرف بنسبة وتناسب، راح يضرب الرقم في 10 ويتحول الى الحجم الحقيقي وينطي طباعه. جيد، طيب طبعا ضروري انه اترك 10 سنتيم بالاطراف، هاي ال 10 سنتيم راح تكون للتثبيت. وبما انه احنا قسمنا المقاس الكلي على 10، ايضا 10 سنتيم ايضا تقسم على 10، فراح يكون 1 سنتيم بالاطراف. اجي من فيو وطبعا نيو جايد، اضغط هنا كليك ايمن واختار سنتيمتر، مثلا ابدي بالفيرتيكال وراح يكون 1 سنتيم مثلا بهذا الشكل، واجي الى فيو ايضا، ومن ثم اجي الى نيو جايد وراح اختار هوريزونتال، كليك ايمن سنتيمتر و1 سنتيمتر. ممتاز، الان اصبح عندي بهذا الشكل. جيد، طبعا اقدر انه يعني اقسم المساحه، يعني هنا عندي كل المساحه اللي هي بالثلاثين سنتيمتر للارتفاع. طيب اذا انا اريد اخلي بنانا على بعد سنتيمتر واحد، فراح اجي احسب 1 سنتيمتر من هنا،
فثلاثين سنتيمتر ناقصاً واحد سنتيمتر فراح يصير عندي 29. فأجي إلى View New Guide و Horizontal كليك أيمن سنتيمتر وراح أختار 29. وهنا عندي كل المساحة 50، طبعاً دائماً تبدي من اليسار، كل المساحة 50 ناقصاً واحد سنتيمتر اللي هو 49. فأجي إلى View New Guide Vertical ومن ثم كليك أيمن سنتيمتر وطبعا نختار 49 ومن ثم أوكي. جيد، هذه هي المساحة اللي بالداخل، هذه هي المساحة اللي راح تكون خاصة بالتصميم. أما هذه المساحة ضروري جدا نتركها للتثبيت، لأن ممكن انه اثناء التثبيت تروح عندي بعض التفاصيل، ولا بأس انه تكون 2 سنتيمتر اذا كان عندي القياس كبير، لا بأس انه ممكن بهذا الشكل نصغر قليلا، لا بأس انه تكون عندي التصاميم تكون بداخل هذه المساحة اللي هي باللون البنفسجي. ضروري جدا نختار صور عالية الجودة ونظيفها حتى يطلع عندي التصميم انيق. كذلك ضروري جدا انه نقلل من اللاير ستايل اثناء البوسترات، يعني مثلا اذا اجي هنا أنا عندي نص مثلا اكتب مثلا مثلجات سكيمو، نختار فت فونت معين مثلا نختار بين سبورت لا على التعيين، كبر الحجم هذا الشكل، ومثلا راح اخلي اللون اصفر. ضروري جدا بالبوسترات نبتعد عن اللاير ستايل، نبتعد عن استخدام هذه اللاير ستايل، مثلا راح استخدم انر شادو او ممكن ستروك، يعني هاي الامور ضروري جدا انه البيفل مثلا هذا ضروري ابتعد عنها. ليش؟ لان هذه ما راح تجي عندي بالطباعه بشكل دقيق وبالتالي ممكن تشوه لي النص. لا بأس انه نستخدم الستروك، الستروك لا بأس جميل، ممكن بالستروك هنا أنا نختار كولر وممكن أسود لا بأس، ولكن ضروري أنه نبتعد عن الظلال والإنر شادو والأوت شادو ونبتعد عن البيفل حتى بالتالي تعطينا طباعة نص واضح وأنيق. طبعا هذه هي الملاحظات الرئيسية، وأما بقية التفاصيل فهي تكوين للتصميم باختيار وذوق المصمم. نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.